السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، فيديو جديد من قناة عبدو مارتين. اليوم احنا كنتواجدو في بوقنادل سوق الأحد، غنوريكم واحد البقعة مشاهدينا الكرام. معنا الأخ مؤمن. أخويا عبدو كنشكرك، بالنسبة للبقعة اللي في الإضافي الشطر واحد وكتواجد جوج واجهتين، وبالنسبة للشوارع أخويا عبدو عندها الشريعة 25 وعندها الشارع ديال 15، وبالنسبة للمتراج اللي فيها فيها 231 متر. الواجهة بالنسبة للشارع ديال مواقفش خارج الطريق لوطوروت. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذه الطريق ديال لوطوروت اللي كدير بولقنادل او كدير الكازا لطنجة. كما كتشوفوا معنا ديالها هو خارج الطريق لوطوروت، ونسبة احسن البقعة قريبة للطريق لوطوروت بزاف. ونسبة للشارع ديال لوطوروت كاين تكون رومبا تما، وغادي يكون الشارع ديالها خارج الشارع ديال الحي الصناعي، ونسبة لتما غادي تكون رومبا كبيرة. والجهة الجهة اللي من هي كاين جوج شوارع. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا هو الطريق ديال لوطوروت. هانتوما مشاهدينا الكرام، الاخ مؤمن هاد الشارع ديال شحال اخويا؟ هذا الشارع ديال 15 كوميرسيان، وبالنسبة للشارع الاخر فيه 25. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، احنا قربنا البقعة، وخليكم معنا مشاهدينا الكرام باش نوريكم البقعة. احنا قربنا لها مشاهدينا الكرام. هاد الطريقة اخويا مؤمن ليش كدي؟ الطريقة اخويا كتخرج للحي الصناعي، وحي الصناعي جدير كامل تما كاين فيه تقريبا شي 45 هكتار. وبالنسبة للي هضرنا على حي الصناعي، بالنسبة لهاد الجهة الأراضي الفارغة كاين تما جردة، وكاين للسياس، وكاين المدارس، كاين إعدادي، كاين الثانوي، يعني كاين مصالح مزيانين على حسب الناس ما يبعدوش عليهم الدراسة ديالهم. وبالنسبة للبقعة جات كونفرنس مع المصالح، جات يعني في الحطة ديالها مزيانة، وموقع جات زوينة استراتيجي. وبالنسبة للسكن ديال السكن، بالنسبة للديور اللي كيتواجدوا دابا حاليا كنشوفوا فيهم، هذوك المتراج ديالهم 70 متر. حتى الناس الجالية كيطلبوا كيدخلوا للبلاد بحال هكا، كيبغيو شقق، كيبغيو سميتو، من الأحسن يكون ياخذوا بقعة حرة، والثمن راه مناسب أخويا عبدو جد جيد. كما تشوفوا معنا الاخ مؤمن اللي غادي يعرفنا كثير على هذه البقعه. هذه احنا غادي نتقربوا منها مشاهدينا الكرام. هذا هو الشطر واحد، والبقعه كما كتشوفوا معنا هما هادو، وكما كتشوفوا معنا فيهم الكراجات اللي هما فيها غير 70 متر، وفاتحين فيها ثلاثه الكراجات. وكنشكر الناس داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن تلاقاو معنا، شافوا الفيديوهات ديالنا وفكروا مزيان. غادي يدير محل ديالو بوحدو ويبقى يجي مره في الصيف، تقدر دير. اشكرك خويا عبدو. بالنسبه للبقع الصغار كاين الكوميرس وكاين السكني، يعني الثمن مناسب. بالنسبه للبقع ديال 70 متر الثمن مناسب، ونسبة لفاس واحد فيه جوج كراجات، ونسبة للشوكة كيكون فيها ثلاثة الكراجات تبارك الله. وحتى البقعة قريبة للمسجد، أنا نزيدو شوية ونوريك المسجد فين غادي يتواجد، يعني قريبا غادي يعلنوا على البناية ديالو. مرحبا خويا عبدو، تفضل معايا. كما كتشوفوا معنا والاخ مؤمن غادي معنا باش يورينا البقعه. حنا تقربنا من البقعه مشاهدينا الكرام، هانتوما يا مشاهدينا الكرام هذه هي البقعه. مرحبا خويا عبدو. بالنسبه لهذا الشارع اللي كنتواجدوا فيه 25، والشارع الواجهه الثانيه شارع 15، هذا هو الشارع 15 اخويا عبدو، يعني الشارع هابط الطريق ديال 20. بالنسبه للاراضي الفارغه راه اللي كنعت لك فيها تما فين كاين المصالح اونفاس مع هذه البقعه هذه تبارك الله، يعني جات في موقع مزيان. وبالنسبه للواجهه ديالها قنيطريه وقبليه، راه الكبيره عندها 22، والواجهه الثانيه عندها تقريبا شي 11 متر. انا غادي نوريك البرنامج ديالها فين كاين.
انتم كما كتشوفوا معنا الاخ مؤمن غادي باش يورينا الراس ديال المناشات هذا من الاخوان ديالنا. مرحبا خويا عبدو، هذا هو المكان ديال البرنامج ديال البقره، الحداده ديالها. انا نوريك الحداده الثانيه، بقى معايا. كما كتشوفوا معنا الاخ مؤمن غادي يورينا البقره، ها انتم المساحه ديالها، هذا هو العرض ديالها ديال الحداده الثانيه. هذه الجهه هي اللي فيها 11 متر، بالنسبه للجهه الاخرى فيها تقريبا شي 22 متر. انا غادي نوريك اخويا عبدو. كما كتشوفوا معنا الاخ مؤمن غادي يورينا البقعه كامله الاخوان ديالنا، وقريبه من الحي الصناعي وقريبه من الطريق ديال لوطوروت اللي ديال اللي كدير بغيت تمشي تطلع البقناد او قنيطرة او كازا او طنجة او هذا هو المتراج اخويا عبدو الثاني. هذه الحجرة الثالثة، هنا كنوريك عين المكان فين كتواجد. بالنسبة للطراز عندها تقريبا شي 8 متر و 7 متر في الجهة ديال 25، هذا هو الطراز ديالها، هذيك هو البورناج ديالها. غنوريك البورناج الرابع، كما كتشوفوا معنا وصلت هنايا. وشحال فيها تقريبا ديال المتراج اخ مؤمن؟ المتراج سبق لي وقلت لك راه فيها تقريبا فيها شي 231 متر، وكوميرسيان عندها لاكاب وعندها اير بليس 3، وبالنسبه للجهه اللي فيها 22 تقريبا فيها شي 6 الكراجات، والجهه الاخرى تقريبا فيها شي 3 الكراجات تبارك الله ما شاء الله. والجهه اللي دابا انا ماشي فيها هي الجهه القنيطريه، هي اللي فيها تقريبا شي 6 الكراجات، والجهه ديال 25 فيها تقريبا شي 3 الكراجات. كما كتشوفوا معنا الاخ مؤمن هو غادي معنا باش يورينا ثاني المسجد، غادي يعرفنا على المسجد. مرحبا خويا عبدو، تفضل معايا نوريك المسجد، يعني قريب بالنسبه للبقعه اللي شفنا دابا. حنا نتمشاو ونشوفوه. ها انتم كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذه هي البقعة ديال المستفيدين اللي كما كتشوفوا معنا اللي فيها ثلاثة المجازات. ها انتم مشاهدينا الكرام، تفضل معايا خويا عبدو. بالنسبة للبقعة اللي هضرت لك عليهم 70 متر، ها الشوكة حنا كنتواجدوا دابا انفاس معها، يعني ثلاثة الكراجات تبارك الله، يعني ماشي هي شقة، عندك الكوميرس لتحت وعندك اير بليس دو تبارك الله، والثمن مناسب، ثمن جد مناسب، يعني دير بروجي ديالك دير العمل ديالك. وبالنسبة للبقعة الأرضية الكبيرة الكبرى ديال المسجد، يعني في هذا المقارب غادي نعلنو باش يبنيوه، حنا كنتواجدو فيه حاليا. تفضل معايا خويا عبدو. كما كتشوفوا معنا حنا غاديين مع الأخ مؤمن باش يورينا المسجد هنا اللي غادي دير واحد المسجد. الناس اللي ما عارفينش هاد البلاصه شنو غتكون، والاخ مؤمن ان شاء الله كيورينا هاد البلاصه هادي. هادي هي البقعه الكبرى ديال المسجد تبارك الله، يعني كامله الواجهتين، يعني كل جهه شوكه كامله تبارك الله ما شاء الله. هنا فين غادي يكون المسجد، يعني في هاد المقارب ان شاء الله راه غادي نسرو فيه، وقريب حتى البقعه اللي ارضيه اللي وريتك اخويا عبدو. كما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام، هذا هو تجهيز ديال الشطر واحد كما كتشوفوا معنا اللي كان هاد كان هنايا ديال المستفيدين، كانت البلاصه خاويه وتبارك الله يا عمرات، والناس كيسولونا والحمد لله كيجوا عندنا وكياخذوا القاعد ديالهم، الناس من فرنسا من طاليان من بلجيكا من سيريون من جميع اتجاهات، الاخوان ديالنا من قنيطره، من يعني الاخوان ديالنا كان اقبال كثير الحمد لله، الناس كيشريو. وهذا هو السونتر ديال المدينه ديال سلا، هذا هو السونتر كما كتشوفوا معنا اللي قريب لوطوروج، قريب جميع المرافق، حي الصناعي فاش ما بغيتو الاخوان ديالنا، اللي قريب من واحد شركه الكابلاج فاش ما بغيتو الاخوان ديالنا، اكبر حي صناعي هنايا كما كتشوفوا معنا، وعدى مستقبل كبير هذه البلاصه هذه. ومرحبا بالجميع، وإخوان ديالنا خليكم معنا باش تشوفوا حي الصناعي.
مشاهدينا الكرام، كما تشوفوا معنا دابا حنايا في الشطر جوج، هنا قريب من القرنة القديمة كما كتشوفوا معنا الدار هادي، ونوريكم واحد الدار جديدة تبنات ما شاء الله، اللهم بارك، الله يسخر مولاها. هي هادي اخوان ديالنا، دار جديدة انتوما هي. بارطاجينا معكم مشاهدينا الكرام باش تعرفوا التجهيز راه عليه اقبال كتير، الناس راه تيشريو فيه يشريو فيها. انتم كيما كتشوفوا معنا السلعة الياجور، هادو عطارين كيما كتشوفوا معنا، ديروا فيهم الكراجات واعرين انتم من تهدي في الكراجات. ومرحبا بالجميع، راه قريب من حي الصناعي، قريب من شركة الكابلاج، وقريب من القرنة الجديدة. الاخوان ديالنا اللي عنده شي بقعة بغا يبيع ولا شي حاجة يتواصل معنا، او بغا يشري ولا شي حاجة يتواصل معنا، مرحبا بالجميع. انتم من مشاهدينا الكرام اللي كتشوفوا معنا الكراجات اللي هضرنا عليهم، شوف ما شاء الله اللهم بارك. شفتوا مشاهدينا الكرام واعرين انتم، اما دخرج الكراجات عاد دارهم كما كتشوفوا معنا. نوريكم هادي، نوريكم واحده اخرى تاعي تشوفوها. ومرحبا بالجميع الاخوان ديالنا اللي بغيتو على الله يدوز عندي الخاص واجي يشوف البقعه اللي بغا، مرحبا بالجميع. كما كتشوفوا معنا امورتي قد القوادس ديال الحي الصناعي، هنايا راه كاين 1400 1600 1700 متر. اخوان ديالنا اللي بغا شي حاجه يتواصل معنا. هانتوما ها هما جابوا دورهم ديال الروكارات كما كتشوفوا معنا ديال الواد الحار. هانتوما ها مشاهدينا الكرام، مرحبا بالجميع. ايوا اخوان ديالنا باش تدوكم تشوفوا البانو ديال الحي الصناعي، احنا قربنا منه باش تشوفوا اخوان ديالنا كيفاش غيكون الحي الصناعي بحال ما كنتم مشاهدينا الكرام. هانتوما ها اليوم كما كتشوفوا معنا حي الصناعي يكون بحال ما كما كتشوفوا معنا. الصناعي كبير كما شفتوا معنا مشاهدينا الكرام. يا اخوان ديالنا بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم اللي باغي يبيع او باغي يشري، مرحبا بالجميع. ترى انفو كتبارطاجيو كتشترك يا اخوان ديالنا باش كيزيد يبان الفيديو، والله يسهل لكل واحد. يا اخوان ديالنا احنا معكم ديما الجديد كما كتشوفوا معنا. الناس اللي كيسولون على شطر 15 و17 و10 راه مازال ما بداوش فيهم، مورا ان شاء الله مورا العيد الكبير راه علموهم، مورا العيد الكبير عاد يحيدوهم من تمانية، راه علموهم من ورا العيد الكبير غادي يبداو يحيدو داكشي مالين مالين البلاد تمانية اللي عندهم لابوكا، يعوضو بداكشي ويحيدو مع يكملو الاشطور ديالهم. والله يسهل للجميع الاخوان ديالنا. يلا اخوان ديالنا خليكم مع الفيديو، فرجو ممتاز.